السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحد مواقع الشركة بالسهم الأخضر، منطقة الأقصر، البير رقم واحد. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة الكوم النامية شغالة كويس في الشجر، بس هنا الشجر يعني مزروع لعالي، مقصوصها لعالي، فياخد التميلة. هنا الجو مفتوح فياخد معانا التميلة زي كده، فاحنا هنمشي نديله ايه تفروشة بالمقص عشان العود يرد تاني. العود ما بقاش ايه، ما بقاش الشجرة طالعة مميلة. أن شجرة زي دي طالعة مميلة، كده الشجرة هترد معانا وتطلع ايه كويسة مستقيمة مفيهاش أي ميول. وبعد اشتغل يعني هتجيبه فروع جانبية وشغل على طول، الكون النامي فيها شغال على طول. دي حاجة زي دي كده، بص بتشتغل على الفرع ده. ايوه يبقى ده اللي شغال معاه. تمام، ما يبقى شغالين هما قد كل قد ايه يا عمرو؟ بتروح كل قد ايه يا عمرو؟ تمام يا باشا، التمويل اللي زي ديت هاتها بره. تمام يا باشا.